الإطار يتحرك بخطى ثابتة لإكمال الاستحقاقات الدستورية، فهل يحسم البيت الكردي عقدة رئاسة الجمهورية؟ بحضور بوتين وأردوغان، القمة الثلاثية في طهران ستركز على أمن المنطقة وقلق صهيوني من التعاون العسكري بين إيران وروسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. تنتظر الأوساط السياسية جلسة مرتقبة للبرلمان لمناقشة الحلول اللازمة لحالة الانسداد المستمرة. منذ تشرين الأول من العام الماضي بغية تقديم مرشح كردي واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك لفسح المجال أمام الكتل الشيعية لطرح المرشح النهائي لمنصب رئاسة الوزراء، لكن على ما يبدو أن البيت الكردي لم يحسم مشاوراته ومباحثاته إزاء هذا الملف، ولا زالا متمسكين بمرشحيهما للمنصب. وفي الوقت نفسه تخشى ذات الكتل من تكرار سيناريو عام 2018، وهو الرضوخ للأمر الواقع وتمرير مرشح واحد، أحد هذه الأطراف أقصد. أما في الجانب الآخر، فعلى وقع طبول الحرب التركية اللي تقرع شمالي سوريا والتهديد بعملية عسكرية محتملة، وفي ظل تطورات سياسية عديدة أبرزها الالتباس الروسي التركي بعد موافقة أنقرة على انضمام فنلندا والسويد للناتو، يأتي الاجتماع الرئاسي الثلاثي واللي يضم كل من الرئيس الروسي ونظيره التركي إضافة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليشكل الملف السوري والتهديدات التركية الملف الأبرز والأكثر أهمية. إذن مشاهدينا، بحصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. تأكد الأوساط السياسية أن القوى الكردية أمام خيارين، وهما سيناريو عام 2018 أو الاتفاق على تقديم المرشح الكردي الحاصل على أعلى الأصوات الانتخابية في الانتخابات الأخيرة، فيما تؤكد مصادر أن هناك علامات لحسم عقدة رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي، خصوصا في ظل وجود بوادر لتقديم مرشح نهائي للمنصب الرئاسي. نفتح وياكم مشاهدين أحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد. تتسارع الأحداث السياسية، وبات حسم رئاستي الجمهورية والوزراء أقرب للتحقق مما كان سابقا بحسب التصريحات الأخيرة، خاصة وإن الإطار التنسيقي كشف عن قرب حسم مرشحه لرئاسة الحكومة، لكن رهن إعلانه بحسم القوى الكردية لمرشح منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا إنه لن يطرحه حاليا بل ينتظر الموقف الكردي، فيما تذهب الأنظار إلا إن مرشح الإطار التنسيقي الذي يقول عنه الإطار إنه مقبول دوليا وداخليا وبالأخص من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، حتى لا يتم استفزازه ويحرك الشارع لمنع تشكيل الحكومة. ويعقد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية اجتماعاته بين الحين والآخر، حيث أعلن عن اجتماع مهم في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي لحسم مرشح رئاسة الوزراء، فيما تؤكد مصادر وجود آراء بين قوى الإطار بشأن اسم المرشح، وتبقى بورصة الأسماء المرشحة تتغير كل ساعة. فبعد إن كان محمد شياع السوداني قاب قوسين أو أدنى من إعلانه رسميا، برز اسم قاسم الأعرجي وحيدر العبادي وعلي شكري وطارق نجم، ولا اتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة. وكان الإطار قد دعا الجمعة الماضي مجلس النواب للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيسا للجمهورية، تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، من دون الاتفاق على الشخصيات
التي ستتسلم مهام رئاستي الجمهورية والوزراء في ظل عدم وجود اتفاقات داخل البيتين الشيعي والكردي حتى الآن. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريم الاستاذ محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجيه. حياك الله استاذ محمود، ضيفك الكريم من زمان ما شفنا حضرتك. الله يسلمك. نسال جنابك ونستثمر وجودك ويانا يعني بالحلقه مال اليوم، ما ابرز المواضيع اللي جرت مناقشتها والاتفاق ايضا عليها في اجتماع رؤساء الكتل النيابيه مع رئيس البرلمان؟ بالتالي هل هنالك انفراجه سياسيه على مستوى برلماني؟ يعني النقطتان الأساسيتان المفروض أنه عندما يتم اجتماع عليه مجلس النواب هو التأكيد على قضية ترشيح يعني رئيس جمهورية واختيار رئيس وزراء، وهذه عندما يعني لم تتم لحد هذه اللحظة فقط عن الجلسة أصبحت في بعدها البروتوكولي لا أكثر ولا أقل، وفيها تأكيد على ضرورة أنه بعض الاستحقاقات الدستورية تتم في مواعيدها، وقضية القوانين المعلقة موضوع على الرف أكثر من 25-24 قانون معطلة لحد هذه اللحظة، وأهمية تفعيل دور مجلس النواب في هذه دورته الجديدة. عدا هذا لم يذكر فيها الكثير، إنما حثهم أيضا وأنطاهم موعد آخر يعني لغرض منحهم فرصة لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. يعني ما كانت هنالك عقدة اختيار رئيس الجمهورية، بالتالي خلينا ناخذها أستاذ محمود من وجهة نظر كردية، الاتحاد أو الحزب الديمقراطي ما مدى إمكانية اتفاقه مع الاتحاد الوطني حول اختيار رئيس الوزراء قبل جلسة البرلمان للتصويت على مرشح أحد الحزبين؟ يعني أنا أرى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تجاوز على عرف مهم قد عاهدناه من دورة التشريعية الأولى وحتى هذه الدورة. عرف استحقاق؟ لا عرف هو نسميه احنا، والا لا يمكن ان يصل الى حد استحقاق، لكنه عرف قد اعتدناه ثم تحول الى استحقاق. نعم. وهو ان يكون رئاسه الحكومه في الاقليم. نعم. من حصه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني ان تكون من حصته هي رئاسه الجمهوريه، وقد الفنا هذا الموضوع. ثم ليس فيه من حرج، هنالك شخصيات مناسبه في الاتحاد الوطني الكردستاني قابله ان تكون لمثل هذا المنصب، مثل ما هنالك رئاسه الحكومه في داخل الاقليم ايضا موجوده من الاسماء والعناوين ما تكفي. اذا على ما نريد ان نقفز على هذا العرف ونحوله الى مشكله بين يؤثر هذا على التجربة السياسية في العراق وعلى المواعيد وعلى الاستحقاقات الدستورية. المفروض كان على المفروض أن الإخوان في الاتحاد العفو بالحزب الديمقراطي الكردستاني أن يقروا إلى قضية مهمة. أولا أن السيد ريبير أحمد هو غير مقبول لدى الأوساط السياسية كافة، فلما يكون هذا الشخصية غير مقبول لدى الأوساط من الضروري أن تبعد عنا الجدلية وتأتي بشخص آخر حتى نتخلص من هذه الجدلية بالأسماء والعناوين المطروحة. في ذات الوقت تدفع الاستحقاق إلى زميلك اللي هو من اتحاد وطن كردستاني، ولكم تجربة طويلة، وهذه التوافقات هي إذا كانت لمصلحة الوطن ودون تأثير. أنتم حصتكم موجودة، رئاسة الإقليم لكم وحصتهم موجودة، وكذلك أن يكون نائب منهم في مجلس نائب في لرئيس مجلس النواب، قضي الأمر. إذن على ما هذا الاختلاف والإصرار على أن يكون ريبير أحمد وفي هذه الدورة؟ نعم.
يعني هي كخارطة سياسية حتى قبل انسحاب الكتلة الصدرية، الديمقراطي لما ذهب ضمن التحالف الثلاثي، الاتحاد ذهب مع الإطار التنسيقي. طيب لما كان الإطار هو الكتلة الأكثر عدداً والاتحاد قريب على الإطار، هنا نتحدث عن مخاوف الديمقراطي دكتور محمود، راح تكون عنده مخاوف، ويعني إذا صار تصويت وتقديم مرشحين اثنين يكون التصويت لصالح الاتحاد قطع. تقديري يعني مخاوف مبررة للديمقراطي. لا مو أنت شوف، أنت لو جيت ناعما في العلاقة مع الآخرين قطعا الآخرين ما راح يكونوا معك متشددين بهذا الشكل. يعني كان الإخوان عشمهم كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن لا يذهب بعيدا في الثلاثي، لأن ذلك على يعني كان مشكلة وانقسام على حساب المكون الشيعي، فهم يرون ذلك، فكان عليهم هذا هو عتب من الأحزاب الشيعية وخاصة من الإطار على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن لا تذهب بعيدا في هذا الموضوع مع الثلاثي، لأنه يؤدي إلى انقسام نحن كشيعة. هذا طبعا بقي في نفوسهم، لكن لو لم يكن هذا ربما السيد مسعود هو أقرب إلى الكتل الشيعية منها إلى الآخرين، وإلى حد قريب كل الكتل الشيعية ترى في الإقليم هو مسعود البرزاني. أما الآن فتغيرت النظرة نوعا ما، مثلما حدث انفصال أو العفو حدث الآن انقسام حاد بين أربيل وبين السليمانية، وهذه هم مشكلة نحن لا نبحث على هذه الانقسامات. نريد الأخوة الأكراد يأتون لنا متوافقين مثلما الشيعة يأتون متوافقين مثلما السنة يأتون متوافقين، ونذهب بدل ما 7 أشهر و8 أشهر و9 أشهر لصناعة حكومة في كل دورة، وهي 9 أشهر راح تكون حكومة تصريف أعمال ومقيدة بقوانين وبأنظمة على حساب المواطن وعلى حساب الدولة وعلى حساب العلاقات الخارجية. أنت مكبل، لا تستطيع أن تعقد اتفاقية دولية، لا أن تقيم تجربة مع هذا وذاك، هذا كله على حسابنا. تعالوا متفقين، وأنتم ليس هنالك سواكم في التجربة السياسية، يعني الآن ليس هناك من منافس لكم، فأبقوا على أنتم ما عليه حفاظا على تجربتنا وحفاظا على مواطنيكم. إذا ما مضى يعني كل حزب بمرشحه، وكان الفيصل هو مجلس النواب، ويكون اختيار حسب ما قطعت حضرتك الاختيار إلى المرشح الاتحاد، بالتالي تتوقع راح تكون أكو خطوات تتخذ من قبل الديمقراطية دكتور محمود؟ شوف سالي، أنت عندما ترضى بآلية الديمقراطية وتقاليدها عليك أن تقنع بالنتائج. يعني هسه هو الإطار التنسيقي هو مقتنع بنتائج الانتخابات؟ قطعا لا. قطعا ما كان مقتنعا، ولكن الذي دفعه هو هنالك تقاليد ديمقراطية صار بعد كل القضاء يعني. تمام، فكل احنا يعني حتى بالنسبه للتيار الصدري، التيار الصدري كان معي زميل في لقاء قبل فتره، وذكر ان التيار الصدري سيذهب من قبه البرلمان الى الشارع. أنا ذكرت لك قلت يعني من أين لك هذا الاختراع وهذا الافتراء؟ أولاً التيار الصدري دخل الانتخابات بآلية ديمقراطية، حصل على 30-70 مقعد بآلية ديمقراطية، خرج من قبة البرلمان بآلية ديمقراطية، قدموا استقالتهم بشكل رسمي وطبيعي وضمن التقاليد العامة، ما خرجنا عن القوانين والأنظمة. إذن من الذي يعني منحك هذا التصريح أو هذا التهويل بحيث أنهم أنت تخترع لهم موقف بحيث يذهبون من مجلس النواب إلى الشارع؟ من الذي اخترع لك هذا هذا افتراء أن تذهب إلى الشارع؟ طيب ما حدث عندهم مشكلة حتى يذهبون هم للشارع؟ هم قدموا مقترح وجاءوا بمشروع أن يأتون بالثلاثي وبالأغلبية الوطنية. عندما ما تم لهم هذا الشيء ضمن التقاليد الديمقراطية، قدموا استقالاتهم بشكل رسمي وقدموها إلى رئيس مجلس النواب وأحرجوا إلى أن توافق عليها، ووافق وخرجوا من هذا الموضوع. إذن ليش أنت تفتري عليهم على الشارع؟ الآن بأي حق إحنا نفتري أيضا على أننا بعد أن نتفق على موقف ويأتون بمرشحين حضرتنا إحنا نبدأ نقول نتوقع مثلا أن يكون هنالك موقف سلبي كان تكون وغير متعاون مع من قبل ديمقراطي؟ لا، رضينا بالديمقراطية قضي الأمر.
لما يكون حسم منصب رئيس الجمهورية هو العقدة الحالية ناهيك عن العقدة الثانية رئاسة الوزراء والتكليف، تتوقع اكو ضغوط خارجية دكتور على الكتل الكردية للإسراع بحسم هذا المنصب؟ وأيضا نأتي إلى الضغوط الداخلية، عليهم تمارس ضغوطات الأحزاب الكردية لحسم منصب رئيس الجمهورية؟ يعني إذا أكو ضغوطات فتأتوا من زملائهم بالإطار التنسيقي، يعني أنه عليكم أن تعادوا، لأنه إحنا أيضا مخفين، هم يقولون ما لكم وما لنا، اختاروا أنتم مرشحكم برئاسة الوزراء ستجدون رئيسا للجمهورية جاهزا، باعتبار هم يقدمون في سنة واحدة في نفس اليوم إلى داخل مجلس النواب، ما يصير تتأخر هذا عن هذا، كالعادة أخذناها في كل الدورات التشريعية، يأتون إلى مجلس النواب ومحسوم موقف يعني رئيس الجمهورية ومحسوم موقف رئيس الوزراء. إذن احنا ايضا متاخرين كاطار تنسيقي، وهم يعلمون جيدا اننا متاخرون في هذا المجال. اذا هسه مو يتهم الاطار بانه عليه ضغوطات خارجيه، تدخلات خارجيه، صحيح. بالاضافه الى الضغوطات الداخليه، خلنا نعطيك هذا، الكرد يتعرضون لهذه الضغوطات خارجيا وداخليا؟ اولا ليس هنالك من عمليه سياسيه في كل الكره الارضيه بما فيها الولايات المتحده ايضا تتعرض الى ضغوط خارجيه. من اين تاتي هذه الضغوط الخارجيه؟ هنالك دول عديدة يهمها أن يكون هذا الحزب أو هذا الحزب يحكم، هذا الشخصية مو هذا الشخصية، ولكن بشكل أقل يعني. ضغوط داخلية أيضا هناك ضغوط داخلية، ولكن الدول مثل العالم الثالث مثل دولنا قطعا يكون الضغط الخارجي أكبر. ليش؟ لأنه منطقة فراغ، السبب هو حداثة التجارب السياسية قطعا ما توفر لهم فرصة من القوة والمناعة. أنت حتى تكون قوي يجب أن تكون عندك تجربة سياسية قوية، تجربة اقتصادية قوية، أن مؤسساتك مستقرة. إحنا لحد هذه اللحظة لما يشهدك الخارج يشهدون على أنك حتى تشكل حكومة تحتاج 9 أشهر حكومة تصريف أعمال، قطعا يعرف أنه أكو ضعف هنا بالتجربة، يضغط. ولذلك إحنا الآن علينا ضغوط، الضغوط اللي هي الولايات المتحدة ومن معها في موقفها لا يذهبون إلى اختيار شخصيات أن تكون قريبة منهم وأن تكون أشبه موظف يعمل في رئاسة الجمهورية. وكذلك بالنسبة للإخوة بالإقليم على ربير أحمد، يعني أيضا هنالك جهات خارجية ضاغطة جدا على أن يكون ربير، وإحنا نعرف ليش يعني هذا السبب، ولكن ليس من الصلاح أنه إحنا نذكر ليش لماذا عن هذا الموضوع ولماذا اختار هذا الاسم دون بقية. تعتبره شأن كردي لما يكون هو شأن لا مو شأن كردي، لا أكو أشياء أخرى خارج الكردي. زين، إذا كانت خارج الشأن الكردي، هناك أنباء أيضا دكتور عن اجتماع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، والاجتماع يقال أنه راح يكون بالسليمانية، تتوقع التقارب الكردي الكردي راح يؤتي ثماره؟ وشلون نقرأ الموضوع سيميائيا من ناحية مكانية؟ أنا أجي الصعوبة، شوف وين تذهب الصعوبة. الآن فات الأوان عليها، يعني الآن مثلا أنت إذا تريد تمنع عني منصب رئاسة الجمهورية اللي هي عرف يعني من الاتحاد، عليك أن تمنحني ما يقنعني بما يوازي هذا المنصب. شلون؟ كأن أعطني أنت حكومة الإقليم. نعم. حتى لكن حكومة الإقليم ما يحق لك بعدها. ليش؟ لأنه القضية انحشرت بأسماء تم ترشيحها لمجلس النواب، بعد ما عندنا هذه الفرصة. يجوز يتنازل عن الوزارات؟ ايضا تم مناقشه هذا، هم طرحوا عليهم بالمناسبه، يعني هم طرحوا عليهم انتم فلان وزاره فلان وزاره، ولكن في نفس الوقت الحرج اين يقع؟ ان الاطار التنسيقي غير راضي على ربير احمد. ما هذه ما مشكله، انت شو راح تتفاعل مع رئيس ياتيك يعني كرها او اكراها عليه انه يكون هذا الدور؟ لازم رئيس الجمهوريه يجب ان تكون له شخصيه امتداد لشخصيه مام جلال الله يرحمه، الذي كان فيه كثير من السماحة والتفاهم والعقل والحكمة التي يتعاطى بها مع الكتل السياسية. أنت لا تأتيني بشخص الآن غير قادر أنا أن أتفاعل وياه، وإحنا أمام تجربة سياسية كبيرة وعريضة وأمامنا مدد وتحديات وعندنا مشاكل خارجية وداخلية. مثل الآن ما نعاني من السيد وزير الخارجية، السيد وزير الخارجية ما شعرنا من أول الدورة إلى آخر هذه الدورة أنه متفاعل مع مشروع وطن بقدر مشروع إقليم. طيب لما تكون حالة كذلك، هل سيتم الاتفاق على مرشح تسوية باعتبار أنه لا تكليف لرئيس الوزراء ما لم يكن هنالك اختيار لرئيس الجمهورية؟ ما صار اختيار، راح يقدم مرشح تسوية لو
سيناريو 2018 هو الأقرب من وجهة نظري دكتور؟ أحس لحد هذه اللحظة حتى الإخوان بالحزب الديمقراطي الكردستاني قالوا يبدو أننا لا مناص من أن نذهب إلى ما كنا فعلناه في دورة 2018، يعني الدورة التشريعية السابقة، وهذا الخيار يعني فد ثيمة شوية مزعجة، وهو أنه عندما يأتي أشبه بأن يأتي أفرض إحنا يعني ذهبنا إلى الاتحاد الوطني ومرشحهم اللي هو السيد برهم صالح. طبعا هم الإخوان بالاتحاد طلبوا من عندهم من الديمقراطي، قالوا إن كنتم مصرين على أن يأتي الشخص في بديل عن السيد برهم صالح، احنا ايضا لدينا استعداد في هذا الموضوع. ولكن الاخوان بالديمقراطي ايضا يجدون ان كان ولا بد فصالح اقرب لهم، ان كان ولا بد يقولون ان صالح اقرب ان نوعا ما. وايضا هم الاخوان بالاتحاد تعرف هاي ايضا من ضمن الصايوله ومن ضمن الاسرار، يعني من ضمن الصراعات السياسيه أن السيد برهم صالح في بغداد أروح لهم، يعني بالنسبة داخل الاتحاد ومشاكل الاتحاد وكذا وهاي الصراعات السياسية، يعني هاي كلها لازم واحد يستوعبها ويقدر أنه هذه وطن، وضروري أنه إحنا كل إحنا نبتعد عن هذه المسائل ونرقى يعني جهد الإمكان أن نقدم ما ينفع لوطننا بدلا من أن ندخل هذا الاشتباك المعقد. نعم. طيب احنا عندنا حراك إقليمي أو في الإقليم، ليس الإقليم العراق ولكن في المحيط الإقليمي خلينا نعتبره، بين حول سوريا، بين تركيا وإيران وأيضا روسيا. يا ريت أنه نتابع هذا الملف دكتور، ولكن بعد الفاصل سنفتح هذا الملف. مشاهدي الأحبة كونوا معنا. بحضور بوتين وأردوغان، القمة الثلاثية في طهران ستركز على أمن المنطقة وقلق صهيوني من التعاون العسكري بين إيران وروسيا. حياكم الله مجددا. حاول مسؤول أمن صهيوني إخفاء قلق الكيان الصهيوني المؤقت من التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، فقد كتبت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مسؤول أمني في الكيان الصهيوني المؤقت أنه من المستبعد أن تتضمن صفقة إرسال الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا اتفاقا لتقييد نشاطات إسرائيل في سوريا. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي في الكيان الصهيوني أن إسرائيل بشكل عام ما ترغب في التقارب بين روسيا وإيران. ملفنا الثاني مشاهدينا الأحبة من حصاد نتناول هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد. طهران هي محطة القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي تحت عنوان معلن هو البحث في ملفات مفتوحة مثل الوضع في سوريا والحرب الروسية في أوكرانيا ومشكلات الطاقة والغذاء ومساعي إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأما الأجندات غير المعلنة والتي تدخل مع ذلك في صلب أغراض القمة إن لم تكن تتصدرها فعليا فهي الملفات العالقة بين الدول الثلاث، سواء تلك التي تخص تركيا وإيران على حدة والمطروحة على بساط البحث في الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى، أو تلك التي تخص روسيا وإيران على حدة لجهة ما كشف النقاب عنه ديمتري بيسكوف المتحدث الرئاسي الروسي حول مسودة معاهدة تعاون استراتيجي شاملة بين موسكو وطهران، وكذلك ما تردد عن رغبة الروسية في حيازة طائرات مسيرة إيرانية توضع في الاستخدام الفعلي خلال عمليات الجيش الروسي على الجبهات الأوكرانية.
كذلك فإن المباحثات الثنائية الروسية التركية لن تكون غائبة عن اجتماعات طهران، والمسائل قيد البحث يمكن أن تبدأ من العملية العسكرية التركية التي تعلن أنقرة منذ شهرين العزم على شنها ضد مواقع واقعة تحت سيطرة ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية قسد في شمال سوريا ومناطق منبج وتل رفعت في محيط حلب. وإذا كانت مباركة موسكو الضمنية للعملية التركية حيوية على أصعدة سياسية وعسكرية ولوجستية، ولا يخفى أن توقيت انعقاد القمة يتزامن مع انتهاء جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة، حيث كان بناء جبهة متراصة ضد إيران وفي وجه روسيا عبر الطاقة والعقوبات على رأس جهود التحشيد التي بذلها البيت الأبيض. وميزان النجاح أو الإخفاق في تل أبيب وبيت لحم وجدة يتصادف أيضا مع ميزان مقابل في طهران، ما دامت المصالح تتطابق مرة وتتعارض مرة أخرى. وهذه مشاهد تحيل بالتالي إلى القاعدة القديمة حول عسر تدوير الزوايا وعقم المصالحة بين تناقضات تناحرية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بهذا الملف بضيفي الكريم دكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد الدراسات الاستراتيجية. حياكم مجددا أستاذ محمود، وكذلك أرحب بالدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق يحدثنا عبر سكايب من طهران. حياك الله دكتور أفقهي. أبدأ مع حضرتك دكتور، يعني روسيا تتطلع لتعزيز العلاقات مع إيران، هنا أتساءل يعني هل الهدف منها هو إيصال هاي الرسالة وأن موقع روسيا لم يتغير على الصعيد الدولي بسبب حربها مع أوكرانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية وليكم الكريم والمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة العلاقات الروسية الإيرانية تقاربت وتنامت خصوصا بعد الأزمة السورية ودخول العنصر الروسي بدعوة من إيران على الخط في مواجهة الإرهاب في سوريا والإنجازات والانتصارات التي حققتها، وكذلك وقوف روسيا والصين في الأزمة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد خروج السيد ترامب وتمزيق الاتفاق وفرض عقوبات على إيران. ووقفت هنا روسيا في كل المحاولات وفي كل الحرب السياسية والاقتصادية الأمريكية، ولا أبالغ إن قلت الأمريكية الغربية، الشركاء الغربيين مع الأمريكيين ضد إيران، وقفت روسيا موقفا مشرفا. ومن هنا في الحقيقة بدأت العلاقة تتنامى فترة بعد فترة على مختلف الصعد والمستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى التقني، على المستوى التجاري البحري وما إلى ذلك. ولكن فيما يتعلق بالحدث الأكبر وهو الأزمة الأوكرانية والعمليات الخاصة التي الآن تقوم بها روسيا في أوكرانيا، هذا في الحقيقة لن يغير يعني شيئا من العلاقات ولم يؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية، لأن الموقف الذي اتخذته إيران تجاه الأزمة الأوكرانية كان موقفا عقلانيا بامتياز، وهو ما جاء على لسان سماحة السيد القائد من أننا نرفض حل الخلافات عن طريق الحروب، هذا الأول. والموقف الثاني أنه المتسبب في هذه الأزمة هو الولايات المتحدة الأمريكية والناتو وليس الروسي. فمن هنا الحقيقة استمرت العلاقة وتنمت العلاقات وتطورت، وكلما امتدت الأزمة الأوكرانية زمنا كلما تقاربت وجهات النظر بين الطرف الإيراني والطرف الروسي، لأن أصبحوا في الهوى سوا. يعني قبل كانت إيران محاصرة ومعاقبة اقتصاديا، اليوم أصبحت روسيا أكثر من حوالي 5000 عقوبة تشمل الآن وتحاصر روسيا اقتصاديا ومصرفيا وتجاريا وماليا. نعم دكتور أفقهي، اسمح لي دكتور محمود الهاشمي بالحوار إذا سمحت لي، سنتحدث عنه اليوم بين سماحة السيد القائد والسيد بوتين. نعم
طيب دكتور محمود، يعني هاي القمة لما تتزامن وتأتي بعد زيارة جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بالتالي كان هنالك إجبار عربي للتعاون مع إسرائيل من جهة، وكذلك إجبار آخر على مواجهة روسيا والصين وإيران. كيف تنظر إلى هذه القمة الأخيرة التي اختتمت أعمالها اليوم؟ أولا نبدأ تحياتنا للأستاذ هادي أفقهي زميل والأخ العزيز. سيدي الكريم، هذه القمة التي جرت اليوم في الجمهورية الإسلامية هي ليست ردة فعل على زيارة بايدن إلى المنطقة، هذه لها جذور تمتد إلى فترة أكثر من هذا واستعدادات إلى مثل هذه القمة، هذا أولا. ثانيا، هذا الحضور الذي تم في طهران لأسباب عديدة، أن طهران استطاعت على مدى 41 سنة من عمرها كثورة إسلامية أنها تحافظ على استقلاليتها وأن تثبت أمام العقوبات الأمريكية وأن لا تنهار بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كل الدول التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي قد انهارت بسبب أنها ربطت مصيرها بالمصير الاتحاد السوفيتي. بقيت الجمهورية الإسلامية التي رفع الشعار لا شرقية ولا غربية، وذهب الحزب الشيوعي إلى متحف التاريخ كما أكد ذلك الإمام الراحل الخميني. إذن هي ليست رد فعل، إنما هنالك مشتركات جمعت هذا، وهي التي ستؤسس إلى استراتيجية جديدة لنواة قطب قد تلتحق به الصين وتلتحق به الهند قريبا لتشكل نواة. أما طهران هي النواة لهذه الأسباب، لأن طهران لم تغير موقفها منذ 41 عام على موقف واحد، على ثبات واحد، لتحمل العقوبات، لتحمل كل شيء. وموقفها من الولايات المتحدة ومن الاستكبار العالمي أيضا وقفت وبكل شجاعة وثبات، ولذا فإن الحضور إلى طهران هو للتحضير لنواة قطب جديد، وليس فقط لهذه المشتركات التي ممكن أحيانا أن تحلها وزارة الخارجية أو تحل الأمور الأخرى. نعم، هنالك ملفات يجب أن تناقش، مثل الملف السوري، لأن هنالك إعلان من تركيا بأنها ستقوم بعملية عسكرية في شمال سوريا. هنالك قضية سوريا وحلها، يعني لحل سياسي أيضا هنالك رأي في هذا المجال يجب أن لا يترك. الملف التجاري بين تركيا وبين إيران، العلاقات الآن بين روسيا وبين الجمهورية الإسلامية وبين تركيا، أكو مشتركات كثيرة أيضا في هذا، في ملفات كثيرة. إذن هذه الملفات عندما تتم ناقش الآن، صحيح هي لم تناقش فيهم، ولكن أعطت رسائل لقضيتين: فشلت قمة بايدن ونجحت قمة طهران، وهذا هو الأهم. أنا لم أقرأ لحد هذه اللحظة نصاً واحداً من أي، بما في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية التي ربما أكدت على أنه هناك فشل في زيارة أو في قمة طهران، بينما أطنان من الكتابات قرأنا عن فشل قمة بايدن أو زيارة بايدن إلى المنطقة، مما يؤكد لنا أن هذه النواة التي نتحدث عنها والتي هي أكثر رصانة هي الأولى بإدارة منطقة الشرق الأوسط، ثم بعد ذلك للذهاب بعيدا إلى أكبر من هذا المشروع إلى قطب جديد. طيب دكتور أفقهي، يعني عندما يكون هنالك تركيز خلال المباحثات في طهران بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران على الوضع السوري، طيب ما هي المخرجات حول هذه الجزئية؟ يعني هو أساس اجتماع والتئام لقاء القمة هو الموضوع السوري واستئناف لمحادثات أسلمة، وهذه في الحقيقة هي القمة السابعة بين الزعماء. طبعا هناك مفاوضات كثيرة كانت تنعقد في أسلمة على مستويات مختلفة، أقل مستوى كان المستوى للخبراء، وما يخرج وما يرشح من جلسات ومخرجات من هذه اللقاءات على مستوى الخبراء تنتقل إلى الوزراء، وعندما يرتقي مستوى المفاوضات من الوزراء تنقل المخرجات والاقتراحات والحلول
إلى الزعماء إلى الرؤساء. فهذه القمة السابعة عنوانها الأبرز وهذا اللقاء في الحقيقة هو معالجة الأزمة السورية عن طريق الحوار والحل الدبلوماسي والسياسي، كما أكد اليوم سماحة السيد القائد في لقائه مع السيد أردوغان بصريح العبارة من أنه حذره من أي هجوم عسكري على سوريا لأنه سيضر بالمصالح السورية والتركية ومصالح شعوب المنطقة. وكذلك أشار إلى موضوع إذا كان هناك نية لتركيا في الدخول إلى والتوغل في الأراضي السورية بحجة محاربة الإرهاب، فأعلن سماحة السيد أنه نحن على أتم استعداد لنتعاون معكم أي مع الأتراك في محاربة الإرهاب، لأن الإرهاب أينما وجد هو مضر. وإذا لا سمح الله ارتكبت تركيا هذه المجازفة وهذه المغامرة ودخلت، كل الشعوب ستتضرر والمستفيد هو الإرهابيين وكذلك أمريكا والعدو الصهيوني. إذن عنوان هذه القمة هو معالجة واستئناف محادثات أستنا والخروج. طبعا نحن استمعنا إلى خطابات الرؤساء الثلاثة السيد الرئيسي والسيد بوتين والسيد أردوغان، كانت هناك يعني مشجعات وكانت هناك مبشرات. بالرغم من خطاب السيد أردوغان كان فيه نوع من العتب، كان النوع فيه من التبرير لأنه لماذا نحن نقوم بهذه العمليات، ولكن في كل الأحوال أبدأ استعداده من أنه نحن في هذه القمة بالخصوص نريد أن نخرج بقوانين وباتفاقيات وبحلول عملية، على الرغم من أنه السيد أردوغان كلما يشارك في قمة ويخرج منها ويعد أنه سيغير من المعادلات، سيغير من الوقاع على الأرض، سينزع سلاح الإرهابيين، سينقلهم إلى مكان آخر، سيحتجز لهم منطقة آمنة هم وعوائلهم، ولكن لحد الآن لا يشح شيء. بس بالعكس نرى أنه بين الفينة والأخرى تتوغل القوات التركية في داخل العمق السوري، وخصوصا في هذا التهديد الأخير قرب قوات سوريا الديمقراطية التي أسستها أمريكا في الحقيقة إلى الجيش السوري، وكانت هناك لقاءات تحسبا لمواجهة أي توغل تركي في العمق السوري في المنطقة التي تتواجد فيها قسد. إلى جانب هذه القمة خصوصا مع زيارة وحضور السيد فيصل المقداد على هامش هذه القمة، ربما تكون هناك وساطات روسية وإيرانية مع بين سوريا وبين تركيا. طيب لما تكون الملفات الأساسية واحدة منها هي القضية السورية دكتور، ولازلنا في سوريا ولكن ليس من باب الضربات العسكرية التركية في شمال سوريا، أيضا كانت من ضمن ما تحدثوا عنه الرؤساء الثلاثة والموقف الثلاثي حيال الضربات الإسرائيلية لسوريا، وهنا راح يصير أكو تواشج بين قمة بايدن وقمة طهران حول دعم أمن إسرائيل وحول قمة طهران ما نصت عليه حول الضربات الإسرائيلية لمواقع معينة في سوريا. يعني أولا هنالك اتفاق يعني عام حتى بالنسبة إلى الدول التي ربما عندها نوع من التطبيع مع الصهاينة، أن عملية ضرب سوريا هي غير مقبولة في كل الأحوال. يعني إذا أنت عندك سقف تستطيع من خلاله أن تتفهم هذا الموضوع في خلال النقاشات. إذا ما يعني الصهاينة هم ليس لهم من تبرير في عملية ضرب سوريا إلا لأن سوريا الآن ضعيفة. ما هي أسباب ضعفها؟ أن تركيا محتلة جزء من أراضيها، الإرهاب محتل جزء من أراضيها، الأمريكان محتلين جزء من أراضيها. هذه معادلة صعبة على دولة أن تقف أمام دولة مثل إسرائيل وفي مثل هذه الظروف الصعبة. إذا ما تم حل جزء من هذه المعادلات، يعني كان سوريا تحل المشكلة بشمال يعني شمال سوريا، يعني إذا تركيا حلت المشكلة هذه، ممكن أن الملف الأمريكي وتواجد الأمريكي يكون عملية سهلة، وتكون كدولة وحكومة قوية، وهذا ما تم مناقشته أنه يجب تقوية سوريا سياسيا وبالشكل الذي
تستطيع سوريا أن تتحول تعود إلى كدولة تستطيع أن تتفاهم مع الآخر. هسه تركيا ايش راح تفرض؟ راح يتحدث وزير الخارجية المقداد قطعا موجود، وأيضا طرحوا هم مجموعة آراء، ربما راح تكون عملية تفاهم. ما الذي على سوريا أن تفعله؟ مثلا إذا انسحبت الإرهابيين هذا الأرض كيف شلون كيف نستطيع أن نحافظ؟ هو يقول أنا بحاجة إلى 30 كيلومتر أؤمن بها المساحة إلى حدود تركيا. هو من الذي جلب الإرهاب؟ هي تركيا جلبت كل هذا الإرهاب وصولا إلى العراق، مروا عبر الأراضي التركية عبر الأراضي السورية ثم دخلوا العراق، وإلى الآن هذا الطريق هو غير مؤمن. تركيا تريد تجعل من هذه العناصر الإرهابية اللي هي أصلا هي أوجدتها وصنعتها أن تجعلها جزء من المعادلة على الأرض السورية، معادلة عسكرية ومعادلة أمنية من كل النواحي، وهذه طبعا لا يليق بجار على جار. الآن عندنا أعداد كبيرة من المهجرين السوريين وبالملايين، أرقام بالملايين، مو قضية يعني قضية آلاف وكذا، وهؤلاء لابد أن يعالجوا، لابد أن يعودوا إلى أراضيهم بدل أن يكونوا مشردين. هذه كلها حضرت اليوم هي بالنقاش كرؤساء، ولكن قدمت ملفات منظمة إلى الرؤساء. هذه الملفات تمت مناقشتها سابقا، والآن فقط أن تؤشر لكل واجبة. إذا استطاعت الآن تركيا أن تتعاون وتجد الحل المناسب بإمكانها أن تحل هذا الملف. ليش؟ لأن عندها مشكلة الآن بالأراضي العراقية، عندها أكثر من 10,000 جندي تركي الآن داخل الأراضي العراقية. هنا تبدأ المعادلة. هي تفهم جيدا، خلينا نكون صريحين، تفهم إذا بقيت صدرت في غيها وفي موقفها من سوريا أن إيران غير راضية، روسيا غير راضية. إذا مشكلة تواجد القوات التركية بالأراضي العراقية ستتحول إلى مشكلة على تركيا. هذه المعادلات لازم تفهمها تركيا حتى تستطيع أن تحل هذا الإشكال. طيب دكتور أفقهي، أيضا تقارير أمريكية أشارت وتحدثت عن لجوء روسيا إلى إيران للحصول على طائرات مسيرة تستطيع أن تحمل صواريخ، وأيضا هذه التقارير عدت هذا الموضوع مؤشر على مدى عزلة البلدين. ما الذي تم مناقشته فعليا في هذه القمة حسب رأيك؟ يعني هذا الموضوع أثاره لأول مرة جاك سوليفان المستشار الأمني للبيت الأبيض، أن إيران تريد أن تبيع طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. هذا لم يثبت لحد الآن، بالرغم من أنه كان هناك نفيا رسميا قاطعا من طرف السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، وكذلك السيد كنعاني ناصر كنعاني الناطق الرسمي للخارجية. أما أنه لماذا يعني أثارت أمريكا هذا الموضوع، في الحقيقة تريد أن تقول أن إيران تشارك روسيا في قتل الشعب الأوكراني، هكذا يوحون، ويستخدمون هذه الورقة في المفاوضات إذا استؤنفت طبعا في جنيف أو في الدوحة مرة أخرى، من أن إيران كذلك تعبت ليس بأمن المنطقة وإنما تعبت بأمن العالم والأمن والسلم الدوليين من خلال إرسال طائرات مسيرة. فيما بين كما أسلفت في إجابتي السابقة، هناك تعاون أمني، تعاون عسكري، وتقام يعني مناورات بحضور قوات روسية وصينية في المياه الدافئة في بحر عمان في المحيط الهندي. هذه ليست أول مرة، وهناك يعني بيع صواريخ S-300 والآن الحديث عن صفقة سوخو 35، وتعاون يعني عسكري وغرفة عمليات مشتركة في سوريا ضد الإرهاب وضد الاحتلال. إذا إثارة هذا الموضوع في الحقيقة كان لي خلط الأوراق وكان لي لفت الأنظار من أن هذا التقارب الإيراني الروسي سيضر بأمن المنطقة، كما أنه بدأ هذا الضرر من بيع طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لكي تضرب به في الحقيقة أوكرانيا، في حين أنه تركيا عندما أرسلت طائرات المسيرة بإرقدار وكان لها تأثير يعني نسبي في ميدان العمليات، لم يعترض أحد أنه لماذا أمريكا ترسل سلاحا إلى أوكرانيا، الناتو كل يوم يرسل سلاح ويتبجح بإرسال هذه الأسلحة الفتاكة، والآن يعدون زيلينسكي رئيس الجمهورية الأوكرانية من أنه سنزودك بأسلحة
أبعد مدى وأكثر قوة نارية وقوسا ناريا. طيب لماذا يستكثرون إذا حصل أن أقول هذا الشيء؟ وفي الحقيقة هو لحد الآن لم يثبت ولم يحصل، أنه إيران أصبحت في حل بعد التوقيع على الاتفاق النووي وانتهاء مدة حظر بيع وشراء أسلحة بين إيران والدول الأخرى وشراء إيران، هذا انتهى. إذن الآن التعامل العسكري ربما يكون اليوم مع سوريا، مع روسيا، غدا مع سوريا، بعد غد مع باكستان، مع أي دولة أخرى، يعني الآن مثل باقي الدول التي تبيع وتشتري السلاح. لما يكون التركيز على هذا الموضوع بالخصوص كان شيطنة وكان في الحقيقة خبث وتخرص من الناحية الأمريكية الذي رفضته وزارة الخارجية على لسان وزيرها والنطق باسمها. طيب دكتور محمود، يعني نتحدث اليوم عن نجاح القمة الثلاثية بين طهران وموسكو وأنقرة، بالتالي هذه الدول الثلاثة باستطاعتها تشكيل تحالف قوي فيما بينها لتقوية بعضها البعض، أو تحالف قوي لمواجهة تحديات أخرى في المنطقة، كيف تنظر إلى الأمر؟ لا أنا أعتقد هذه القمة كانت مهمة جدا. نعم. وتقريبا صفعة للاستكبار العالمي. لماذا؟ لأنهم ضغطوا كثيرا على الجمهورية الإسلامية، أشبعوها عقوبات، وكانوا يتصورون أنها سترضخ إليها في يوم ما إلى إراداتهم، هي تزداد صلابة. هذه المنعة وهذه القوة للجمهورية الإسلامية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها من الناحية الاقتصادية، من الناحية المعيشية، من كذا، باعتبار عقوبات كبيرة، خاصة هم يقطعون حتى الأدوية عليها، وهذه مشكلة يعني. لكن هذا الصمود صنع لها مناعة قوية، وجعلها أن يقدم رئيسان أقوى رئيسها. يعني مثلا أنت الآن عند من الذي حضر إلى قمة جدة؟ اللي حضروا إلى قمة جدة هم يعني دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي، قد يكون هم قوة اقتصادية ولكنهم ليس بالقوة العسكرية. منهم تقارنه مثلا بأردوغان بتركيا؟ لا تستطيع أن تقارن أحده. حتى مصر الآن وضعها الاقتصادي وكذا وكذا كل الصعب. تركيا دولة قوية، روسيا دولة قوية، وإيران دولة قوية. عندما تجتمع هذه الدول هي تختلف عن الدول الأخرى التي خرجت ببيان إنشائي بعد قمة جدة، وأجمعوا جميعا على أنها كانت زيارة فاشلة، ولم يحصل حتى على بضعة براميل من النفط لصالح الضغط على روسيا. من هنا نفهم أن هذه القمة معانيها لم تظهر الآن، معانيها معنوية أكثر مما هي معانيها المادية. يعني ربما تقول معظم هذه الأمور يمكن أن تحل حتى بدون حضور هذا الرؤساء. أولا هي دول جارة وقريبة من بعضها البعض، وممكن أن تتبادل كل شيء. الآن لو تابعت من فترة، خاصة بعد حرب الروسية الأوكرانية، أن روسيا مالت كثيرا باتجاه الجمهورية الإسلامية وطالبتها، وهذا عن حديث السيد الرئيسي إبراهيم الرئيسي، يقول أن روسيا أرادت أن تستفيد من تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العقوبات. إذن أصبحت هنالك حكمة في داخل إيران تتداولها الأمم في كيف في فيت مواجهة الخطر الأكبر. الآن روسيا ما مر بالخطر اللي مرت بإيران، الآن روسيا وقفت تقريبا على قدمها، وأن الصين داعمة لها ولها عمق موجود في دول عديدة بالعالم. حضور تركيا إلى هذه القمة هو الأهم. يعني ممكن هسه روسيا تحضر مع الجمهورية الإسلامية، لكن حضور تركيا هذا هو المعنى الأكبر لروسيا. تركيا الآن معادل كبير في المنطقة. لم تحضر إلى قمة جدة. لماذا لم تحضر إلى قمة جدة؟ كان بإمكانها أن يدعوها مسوة بدول مثل ما دول أخرى بالمنطقة حضرت، لأنه تجد نفسها أكبر من هذا أكبر من هذه القمة، ولذلك حضرت القمة الأكبر التي هي في طهران والتي معانيها ورسائلها كبيرة إلى مستوى العالم. طيب احنا ايضا تابعنا هذا الموضوع مع متابعي موقع قناة الايام الفضائية، وسألناهم هل نجحت القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا في تشكيل تحالف قوي في المنطقة؟ 75% قالوا نعم نجحت، 20% قالوا ماكو نجاح ملموس بهذا الموضوع، و5% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، تريد الحوار في الملفين، شكري وتقديري لحضرتك.
وكذلك دكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق حدثنا عبر سكايب من طهران، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات والإيضاحات الموضوعية، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.